السلام عليكم. اليوم راح نشوفه مشروع تاع المسبح نصف أولمبي الذي تم إنشاؤه في مدينة أم بواقي، وهذا المسبح اللي يعود إلى يعني الإشغال انتهت به منذ أكثر من 4 سنوات، ما زال لم يسلم بعد، يعني شيء غير مفهوم. المسبح نشوف يعني انتهت الإشغال به، إن شاء الله إن شاء الله يفتتح لهذه الصائفة للعشاق تاع السباحة والاستجمام من الشباب والأطفال في ولاية أم بواقي. أترككم تتابعون، والسلام عليكم.